الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا حول حديث الامامه وهو الحديث المروي عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في الإمامة كمنصب، وفي الإمام كشخص يتبوأ هذا المنصب. وقد ذكر الإمام الرضا عليه السلام مستدلاً بالآيات القرآنية وبدليل العقل على لزوم كون الإمام محلى بالكمالات، ومن أهمها العلم، والعصمة، وأن يكون مبرأً من النقائص، وأهم النقائص الجهل، والذنوب، والخطأ. بعد ذلك يعقب الإمام، عليه الصلاة والسلام بأن هذه الكمالات في الإمام إنما هي بفضل من الله سبحانه وتعالى. الإمام نال هذه الكمالات لأن الله تفضل عليه بذلك. ومن قبل الأئمة الأنبياء. كمالات الأنبياء بفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني حينما ادم يعلم والملائكة لا يعلمون هذا لأن الله علمه وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وإذا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله معصوم عالم لا يذنب لا يرتكب الخطأ فيه جميع الكمالات وهو مبرأ من جميع النقائص هذا لأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه، وفضل الله على جميع الناس، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة يتفضل على بعضهم أكثر من البعض الآخر وما بكم من نعمة فمن الله. جميع الناس أي نعمة لهم فإنما لأن الله سبحانه وتعالى قدرها لهم. أحيانا يفيض النعمة عليهم من دون اختيارهم، وأحيانا جعل طريقا لنيلهم تلك النعمة. يعني الناس حينما يعلمون عندنا علماء سواء في علوم الدين او في علوم الدنيا هؤلاء حينما وصلوا الى درجة العلم الله تفضل عليهم بالعلم عن طريق ان الله سبحانه وتعالى جعل اسباب يعني جعل للانسان السمع والبصر والفؤاد وايضا جعل للانسان قابليه الفهم والطرق لكسب العلم فإذا الإنسان سار في هذه الطرق يصل إلى بعض من العلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وأحيانا الله سبحانه وتعالى يزيد من تفضله على إنسان لحكمة ليس اعتباطا ولا عبثا الأنبياء الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم أن علمهم بدون الطريق المتعارف أن يذهب عند أستاذ ويدرس أو يحصل التجربة مثلا لا الله سبحانه وتعالى يلهمه إلهاما يوحي إليه الرسول صلى الله عليه وآله لم يتعلم الكتابة والقراءة عند أحد وانما الله سبحانه وتعالى علمه جميع العلوم منها القراءة والكتابة. الرسول لم يستفد من القراءة والكتابة في طيلة حياته، لكن الله سبحانه وتعالى علمه جميع العلوم التي انزلها على الأنبياء السابقين وزاده مما أراد من علومه، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. الله عصم الأنبياء هذا تفضل منه. الله سبحانه وتعالى حلاهم بالكمالات هذا تفضل منه. وكذلك الأئمة. والتركيز على هذه النقطة سواء في الروايات أم في الآيات لأجل درء الغلو. لأن الإنسان حينما يرى عظيمًا ويرى ذلك العظيم له من الكمالات ما ليس له بحيث انه لا يتمكن من الوصول اليه يرغب في الغلو فيه كثير من المشركين لماذا اله الاصنام بسبب ان هذه الاصنام كانت في الاساس تمثال لاشخاص هؤلاء الاشخاص ماتوا وحيكت حولهم الاساطير نحتت لهم تماثيل بالتدريج هذه الأساطير جعلت هؤلاء في أذهان هؤلاء المشركين ينالون درجة الآلهة كما ورد في الأصنام التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى في قضية نوح لا تذرن, ود لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا في الروايات أن هؤلاء كانوا قوم صلحاء ماتوا الناس من بعدهم نحتوا لهم تماثيل ثم بشكل طبيعي حيكت حولهم الأساطير إلى أن اتخذوهم أربابا شركاء لله سبحانه وتعالى بعدين الأنبياء جاءوا نوح جاء ويحذرهم عن ذلك ولا يستمعون إلى كلامه لأنهم وجدوا آباءهم على أمة وهم على آثارهم يقتدون الإنسان بطبعه يميل في الغلو والمبالغة من طرف كان لابد أن يكون الأنبياء ولا لهم درجة, درجة عالية من الكمالات وتنزه من النقائص وأن تجرى على يديهم المعاجز لكي يعلم الناس صدقهم من طرف آخر يراد درء الغلو فلذا صار تركيز ان هذه الكمالات، هذه الفضائل كلها من الله سبحانه وتعالى. لذا الامام الرضا في هذا الحديث بعد ان يذكر كمالات الائمه يقول الائمه وكذلك الانبياء ينالون هذه الكمالات بفضل من الله. يشير في ايه لفضل الله على الرسول وفي ايه اخرى يشير الى فضل الله سبحانه وتعالى على الائمه. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله سبحانه وتعالى انزل على رسوله محمد الكتاب يعني اختاره للنبوه بعد ماكو منصب اعظم من منصب النبوه التي نالها الرسول محمد صلى الله عليه واله ومنصب الامامه ماكو اعظم من هذين المنصبين ونالهما الرسول صلى الله عليه واله أنزل عليه الكتاب واسطة بين السماء والأرض والحكمة من مصادق الحكمة الشريعة وعلمك ما لم تكن تعلم العالم بالذات هو الله سبحانه وتعالى غير الله إذا يعلم فبإرادة ومشيئة من الله الله علم رسوله ما لم يكن يعلم بالذات وكان فضل الله عليك عظيما هذا مو استحقاق وطلب من الله سبحانه وتعالى لا احد له حق على الله سبحانه وتعالى الا اذا وعد الله اذا وعد يصير حق على الله من باب انه وعد وخلف الوعد قبيح لماذا صار حقا على الله لانه وعد والا هو بالذات ليس استحقاق من المؤمنين على الله سبحانه وتعالى. في آية أخرى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ننجي المؤمنين في آية وفي آية أخرى نصر المؤمنين. لأن الله وعد لأنه وعد صار حقا مثل ما أنت تشوف واحد من الفقراء وهو معدم لا يطلبك شيئا. وانت دافع حقوقك الشرعيه ودافع صدقاتك المستحبه وكل شيء، هذا ما يطلبك اي شيء ولا حق له عليك ابدا، تقول له غدا ساعطيك كذا وعدته صار حق عليك. لماذا صار حق عليك؟ لانك وعدته، هو بالذات ما كان يستحق عليك شيء، لكن لانك وعدت وخلف الوعد قبيح لذلك صار حق. زين هل الأنبياء لهم حق على الله بالذات كله الله تفضل عليهم بأن خلقهم بأن اصطفاهم بأن منحهم العلم والعصمة وسائر الكمالات ونزههم عن النقائص كلها بفضل منه لا باستحقاق بالذات وكذلك سائر الناس يعني هذه النعم التي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها هل باستحقاق منا يعني كنا نطلب الله سبحانه وتعالى حق لنا على الله كلا تفضل من الله سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما. اما بالنسبه للائمه في ايه اخرى ايضا من نفس السوره اللي هي سوره النساء وقال في الائمه من اهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات الله عليهم ماذا قال؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. زين الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لماذا كثير من الناس خالفوهم؟ ويخالفونهم حسدا كما كانوا يحسدون الرسول صلى الله عليه واله يعني ابو جهل قال له ابو سفيان او ساله ابو سفيان ابو سفيان يسال أبو يسال ابا جهل هل محمد صادق صلى الله عليه واله قال نعم صادق قال زين لماذا لا تؤمن به اذا هو صادق؟ قال ان بني مخزوم اللي ابو جهل منهم وبني هاشم اللي الرسول صلى الله عليه واله منهم كان كفر سيرهان يعني كل فضيله لهم ايضا لنا يطعمون ونطعم يفعلون كذا ونفعل يصنعون كذا ونصنع لهم الشرف ولنا كذلك لهم المنزله ولنا كذلك الى ان ظهر رجل منهم يقول انا رسول الله احنا من وين نجيب انه واحد يكون من عندنا رسول الله؟ فغلبونا في هذه الفضيله. زين احنا ما نريد نغلب في فضيله فنكذبه، نقول لا انت لست برسول الله. هذا الحسد بعد. وكذلك بالنسبه الى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام اول من امن برسول الله صلى الله عليه واله وصلى معه. له فضائل جمة زوج البتول سلام الله عليها ذرية الرسول منه وجاهد الجهاد في بدر واحد وخيبر وحنين وغيرها وله فضيلة العلم وفضائل أخرى كثيرة فكانوا يحسدوه كما يقول الشاعر وإنما متسافل الدرجات يحسد من على أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله زين الله سبحانه وتعالى فضلهم ليش أنت تحسد إذا الله رآه قابلا ولم يرك قابلا لماذا تحسد إذا الله اصطفاه ولم يصطفك لماذا تحسد هناك حديث طريف وعجيب أيضا كان علي بن جعفر يعني ابن الإمام الصادق علي بن جعفر هذا أخو الإمام موسى بن جعفر زين هو مو إمام علي بن جعفر عاش فترة طويلة فاق الثمانين بعد الإمام موسى بن جعفر الإمام كان هو الإمام الرضا علي بن جعفر اذعن بامامه الامام الرضا ابن اخيه زين بعد استشهاد الامام الرضا الامامه وصلت الى الامام الجواد في حال الصبا كان واتيناه الحكم الصبية زين كما ان يحيى وعيسى الله سبحانه وتعالى جعلهم انبياء وهم لم يبلغوا الحلم كذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعليهم السلام جعلهم أئمة في الصبا زين الإمام الجواد عمره تسع سنوات وهو إمام وهو حفيد أخو علي بن جعفر علي بن جعفر رجل فاق الثمانين لحيته بيضاء كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يدرس يلقي الأحاديث فجاء الإمام الجواد عمره سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات صغير فقام له علي بن جعفر واحترمه وقدره فلما ذهب الإمام الجواد رجع علي بن جعفر إلى حلقة درسه فلامه اصحابه انت عم والده عمرك فوق الثمانين وهو صبي اقل من عشر سنوات عمره او فيها الحدود كيف تقوم له وتحترمه وتقبل يده وكذا 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 وتقول له سيدي ومولاي قال ماذا اصنع إذا الله سبحانه وتعالى لم ير قابلية الإمامة في هذه اللحية البيضاء ورآها في هذا الصبي أني أجي أخالف أمر الله سبحانه وتعالى هسه الناس يقولون عيب خلي يقولون عيب الإنسان لازم يبتعد عن العيب بشرط أن لا يكون معصية لله سبحانه وتعالى لكن إذا ابتعد عن العيب كان معصية لله، الإمام الحسين يقول: والعار أولى من دخول النار، الموت أولى من ركوب العار، إي الإنسان لازم لا يرتكب العيب ويرجح الموت على العار، لكن إذا صار تعارض بين العار والنار ترجح رضا الله سبحانه وتعالى، حتى إذا صار عار عليك. حس المجتمع يذموك وكذا وانت رجل كبير السن وعم ابوك وكذا، لماذا تفعل هذا الفعل؟ نعم هو امام مفترض الطاعه وعلي ان اطيعه وان احترمه وان اقدره. ولكن في المقابل هناك ناس لا يحسدون، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. زين الله سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء الحساد الذين حسدوا رسول الله محمدا صلى الله عليه واله. والذين حسدوا الائمه، لماذا تحسدونهم؟ الله اتاهم كما ان الله سبحانه وتعالى اتى ال ابراهيم في ذلك الزمان، في هذا الزمان يؤتي ال محمد. والله حكيم ولا يفعل عملا اعتباطا. فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه، واتيناهم ملكا عظيما. الملك العظيم فسر في الروايات يعني الطاعه، يعني يجب على الناس ان يطيعوهم، الله امر باطاعتهم هذا الملك العظيم. زين الناس قسمان فمنهم من آمن به بالرسول محمد او بالكتاب ومنهم من صد عنه منع عنه وكفى بجهنم سعيرا مشكله الله اعطاك الاختيار. اترد امر الله سبحانه وتعالى الله لا يؤاخذك في الدنيا، قال: ومن كفر فأُمتّعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. لكن حينما ينتهي وقت الامتحان بموت الانسان الله سبحانه وتعالى يلقيه في نار جهنم ولا يتمكن من الامتناع. شلون يمتنع؟ ما يقدر يمتنع. بعد ذلك الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يلخص هذا الحديث ونحن ضمن حلقات يمكن أكثر من عشرة من الحلقات. هذا الحديث في الاستفادة منه يلخص ذلك أن الإمامة أولا اختيار من الله سبحانه وتعالى حتى إبراهيم نال الإمامة لأن الله سبحانه وتعالى اعطاه هذه الامامه ثم ذكر ان الامامه عهد الله واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما اني جاعلك للناس اماما مو الناس يختاروك لا الناس اختاروا نمرود الناس اختاروا الطغاة الله جعله اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين لا ينال عهدي يعني عهد الله سبحانه وتعالى وعهد الله اليه لا الى غيره كما مر مفصلا هذا امر تلخيص للحديث المطلب الثاني ان هذا الشخص الذي ينال الامامه لان الله حكيم ما يختار اي واحد للامامه وانما يختار الانسان القابل زين هو القابل لا يتمكن الإنسان بجهده أن يصل إلى القابلية لمنصب الإمامة ومن قبله منصب النبوة أي جهد من الإنسان لا يوصله إلى تلك المنزلة لذلك لأن الله حكيم يصطفيه الله سبحانه وتعالى يصطفيه ويختاره لل إمامة ومن قبلها للنبوة. زين، ومطلب آخر أن الناس إذا خالفوا أمر الله، الله ما يمنعهم، لأن الدنيا دار امتحان، ومقتضى الامتحان اختيار الناس. الله سبحانه وتعالى عين لهم نبياً، وجعلهم مختارين، تتبعون النبي لو ما تتبعون النبي، كيفكم؟ لكن إذا ما اتبعته مصيرك جهنم. وإذا اتبعت مصيرك الجنة فلذلك الناس بخ... بخ... بحسن اختيارهم يتبعون الأنبياء والأئمة أو بسوء اختيارهم يخالفون الأنبياء والأئمة يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وإن العبد هذا تلخيص لكل الحديث وإن العبد تأكيد النبي الإمام عبد لله لا تغلو فيه لا تصير مثل النصارى شافوا كم معجزة من عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله إحياء الموتى إبراء الأكمة إبراء الأبرص زين يحدثهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم كذا بس ما شافوا هذه المعاجز غلوا فيه جعلوه هو الله أو جعلوه ابنا لله كلا مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام ما دام كان فيهم بين لهم أن هذه بفضل الله هذا كله بإذن الله بإرادة من الله لكن مع ذلك غلوا فيه لذا عيسى في حين ولادته أول ما تكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب أول العبودية بعدين النبوة وإحنا في التشهد نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لذا الامام الرضا يقول: وان العبد احنا عبيد نزلونا عن الربوبيه لسنا اربابا، لسنا الهه وان العبد اذا اختاره الله عز وجل لامور عباده يعني امورهم الدينيه والدنيويه امورهم الدينيه التبليغ يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى ويبينونها للناس لانهم الراسخين في العلم هذه الامور الدينيه وكذلك الامور الدنيويه بالحكم عليهم والقضاء فيهم واصلاح شؤونهم لان الامام رئاسه في الدين والدنيا وان العبد اذا اختاره الله عز وجل لامور عباده شرح صدره لذلك: ألم نشرح لك صدرك؟ يعني جعل له القابلية. الإنسان لازم يكون قابل، العلم مو كل علم واحد يتحمله. أحيانا بعض الناس يضيق صدرهم عن بعض ما يعلمون فإما يخالفون وإما يصابون بالجنون أصلا. لازم يكون إلى القابلية الله سبحانه وتعالى يشرح صدره يجعل له القابلية لتلقي هذه العلوم شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة مو فقط يجعل في قلبه الحكمة لا ينابيع الحكمة منبع للحكمة فلا يتكلم إلا بكلام صحيح مطابق للواقع ويضعه في موضعه. والهمه العلم الهاما، الالهام هو الالقاء في الروع. الله سبحانه وتعالى يلقي العلم في روعه. علوم الائمه هذا سياتي ان شاء الله مفصلا قسمان. القسم الاول علم الشريعه والعلم بما كان وما يكون وما هو كائن، هذه العلوم أوحاها الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد، والرسول محمد صلى الله عليه واله علمها أمير المؤمنين، ومنه إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. القسم الثاني العلم الإلهامي، الله سبحانه وتعالى يلهمهم، هذا لا يسمى وحياً، لأنه هذا الوحي اصطلاح. واتفق المسلمون على انه لا وحي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله وانما قد يكون تحديث الملك يحدث لا يسمى وحيا يسمى تحديثا او الهاما الله سبحانه وتعالى يلقي العلم في روعه والهمه العلم الهاما فلم يعي بعده بجواب لا يصاب بالعي يعجز عن جواب ما عدنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وآله سئل عن سؤال في مسائل الدين أو الدنيا ويقول لا أعلم نعم الرسول صلى الله عليه وآله كان يسأل فكان ينتظر الوحي مع أنه كان يعلم لأن الله كان قد علمه ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بأن لا يتكلم إلا إذا امر بذلك، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه. لان القران انزل على الرسول حسب الاحاديث كاملا في السنه الاولى من البعثه، انا انزلناه في ليله القدر. في السنه الاولى من البعثه بعث رسول الله حسب الروايات في السابع والعشرين من شهر رجب. وفي شهر رمضان في ليله القدر كل القران نزل عليه لكن الرسول كان مامور بان لا يتلو القران الا اذا نزل نجوما مره اخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب يخطئ لا ما في خطا لان العصمه كما تشمل العصمة في أمور الدين كذلك تشمل العصمة في أمور الدنيا يعني الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام لا يخطئون في مسائل الدين لأن الله أرسلهم لهداية له الناس إذا احتمل في حقه الخطأ واحد يجي يقول يقول أخطأ النبي مثلا والعياذ بالله إحنا هموم لازم نتبع في خطائه لا لا يخطئ في مسائل الدين وكذلك لا يخطئ في مسائل الدنيا يعني في قضايا الخاصة العامة التي ترتبط بالأمور التي هي ليست من الدين مباشرة الحياة اليومية أيضا لا يخطئ فضلا عن أنه لا يذنب ذاك مفروغ عنه ولا يحير في جواب فهو معصوم مؤيد التأييد يعني التقوية الله سبحانه وتعالى يقويه موفق مسدد، التسديد يعني اصابة الهدف، لا يخطئ، التوفيق بمعنى تهيئة الأسباب للوصول إلى النتيجة الحسنة. قد أمن من الخطايا، يعني الذنوب الكبيرة. والزلل، الزلل يعني الذنب من غير قصد. والعثار يعني الخطأ، العثرة السقوط يعني المراد به الخطأ. لا يذنب عن عمد، ولا يذنب عن خطأ، ولا يخطئ. يخصه الله بذلك، هذا مخصوص مو عام، انبياء وائمه فقط. اما سائر الناس لا، قد يذنبون، قد يخطئون، يمكن، لكن الله سبحانه وتعالى خص الانبياء والائمه بالعصمه ليكون حجته على عباده، لماذا عصمه؟ الله لا يفعل شيء اعتباطا، ليكون حجته على عباده، اذا هذا انت تدري انه لا يخطئ. يصير الحجه. الان نحن نقول سنه الرسول صلى الله عليه واله. زين اذا كان نفرض والعياذ بالله الرسول كان يخطئ، زين نقول هذا الكلام اللي قال واجب هذا خطا. لا اجمعت الامه على انه لا يخطئ الرسول صلى الله عليه واله في بيان الاحكام. وكذلك لا يخطئ على ال ما ذكره الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. وقام عليه الدليل العقلي لا يخطئ حتى في القضايا الدنيويه العاديه ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه في يوم القيامه. اذا يوم القيامه اجى هذا الشاهد اذا مو معصوم يتمكن المشهود عليهم يقولون اخطا. لكن اذا معصوم لا يتمكنون من قول ذلك، لانه لا احتمال في الخطا فيه، فهو حجه في الدنيا وشاهد على الخلق في الاخره. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا المعرفه الصحيحه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.